مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة للمملكة. طقس حار نسبي في أغلب مناطق المملكة، هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، لكن المناطق الشمالية تمتاز بأجواء باردة وفاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وإليكم تفاصيل الأحوال الجوية، حيث على صور الأقمار الصناعية نلاحظ وجود كميات متفرقة من السحب المتوسطة والعالية في وسط وشرق المملكة، وأيضا بعض الغيوم الركامية في جنوب غرب المملكة، أيضا هناك سحب عالية ومتوسطة في أقصى شمال المملكة. أما الخرائط التي تمثل الهطول فنلاحظ وجود غيوم متفرقة قليلة في أقصى شمال المملكة، بعض المناطق الوسطى وبعض المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. هذه تؤدي أحيانا إلى سقوط أمطار وزخات متفرقة خفيفة إلى متوسطة أحيانا. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، هذه الليلة في الرياض أجواء لطيفة من حيث درجة الحرارة، ما بين صافية إلى غائمة جزئيا، الحرارة الصغرى بحدود 20 درجة مئوي. والأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الثلاثاء أجواء مشمسة في الرياض، حارة نسبيا، درجة الحرارة العظمى 34، وفي الليل بتكون الأجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة، ودرجة الحرارة الصغرى 21. أيضا يوم الأربعاء أجواء حارة نسبيا، وتظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، العظمى 35، والأجواء بالليل معتدلة والصغرى بحدود 23 درجة مئوي. يوم الخميس أيضا أجواء ما بين حارة نسبيا إلى حارة، والعظمى بحدود 35 درجة، لكن الأجواء بالليل لطيفة والصغرى بحدود 19 درجة مئوية. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة، في المناطق الشمالية سكاكا وعرعر وتبوك أجواء مشمسة، العظمى في سكاكا 21 والصغرى 10، عرعر 20 إلى 8 وتبوك 23 إلى 9. بنلاحظ أنه الأجواء باردة أثناء الليل لكنها لطيفة أثناء النهار في المناطق الشمالية. المناطق الغربية من المملكة مشمسة أيضا حارة نسبيا، في المدينة المنورة العظمى 33 والصغرى 18، جدي 31 20، مكة المكرمة 37 أجواء حارة نهارا لكنها معتدلة ليلا، ليلا 20، الطائف 26 إلى 16 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا ومغبرة في الباحة، هناك فرصة لبعض الأمطار المتفرقة في المناطق الجنوبية الغربية، الباحة 20 العظمى والصغرى 14، أبها العظمى 24 والصغرى 15، جازان العظمى 32 والصغرى 27 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا، في الدمام العظمى 31 والصغرى 18، حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا، حفر الباطن معتدلة نهارا لطيفة ليلا 28 إلى 16، الإحساء أجواء حارة نهارا لكنها لطيفة ليلا، العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية. المناطق الوسطى الرياض وبريدة وحائل، مناطق الشمالية تقريبا معتدلة بالنهار باردة بالليل، العظمى في حائل 28 والصغرى 13، بريدة 32 16، الرياض أجواء مشمسة وحارة نسبيا في النهار والعظمى 34، ولكن الأجواء ما بين معتدلة إلى لطيفة ليلا والصغرى 21 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع أوقات طيبة وسعيدة، ولكم تحية طيبة من طقس العرب.